السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نحييكم بتحية الإسلام، ونحن نتواصل معكم مع هذه الانطلاقة ومع هذه البداية، بداية منافسات هذا اليوم والأشواط العامة في الفترة المسائية. مرحبا بكل من حضر ومن يتابعنا عبر الهواء مباشرة، وكل من هو حريص على متابعة هذه التحديات والانطلاقات الأصيلة. ننطلق معكم مشاهدين الكرام في أجواء وفي معطيات هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة العرب الأصيلة. مرحبا بكل الجماهير التي توافدت لمتابعة منافسات هذا اليوم. وهذا هو الشوط، الشوط الأول الرئيسي يسير بشهادة الشعارات القوية المتميزة التي تبحث عن الانطلاق المتميز. جار الله بن عقيل يتواجد في هذا الشوط، فيصل بن طالب بن شريم، عبد الهادي بن عبد الله بن نايفة، سلطان بن نوار العتيبي، أيضا جار الله بن ناصر المكسور، المشروم محمد بن صالح، وعلي بن حمد بن مقارح، ومحمد بن علي بن جرحب، وأسماء أخرى أيضا كبيرة. ننطلق إذا مشاهدينا الكرام، ننطلق مع هذا الشوط الأول. إذا الكل من هؤلاء المشاركين يطمح بالمركز الأول، ولكن المركز الأول صعب لا يستطيع الوصول إليه إلا من كان جادا وإلا من كان مجتهدا ومثابرا، فلنقدم كل ما لدينا من أجلك يا ناموس. عموما مشاهدينا الكرام، الانطلاقة هنا تسير مع شعار بن راية، وأيضا شعار بن عقيل، وملاحقة من شعار سلطان بن نوار العتيبي. خلونا نتابع المراكز المتقدمة ونشوف من تتصدر. هنا الآن التقدم يأتي من قبل شودة، شودة تحتل المركز الأول. انطلقت شودة للسيد حمد بن راشد بن راية المري، تقود المسيرة وتحتل المركز الأول. الدور على المركز الثاني، المركز الثاني الدوحة، الدوحة تحتل المركز الثاني للسيد جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. المركز الثالث شوق، شوق تحتل المركز الثالث للسيد سلطان بن نوار العتيبي. رابع المراكز هنا على المركز الرابع مزاحة، مزاحة تنطلق في أفق المركز الرابع للسيد محمد بن صالح المشروم المري، بينما المركز الخامس وصل شعار مبارك بن محمد بن خير الشريفي مع مياس التي تندفع وتنطلق في هذا الشوط الأول الرئيسي، وتحتل مرتبة متميزة أيضا المرتبة الخامسة معاك يا الشريفي. خمسة مراكز أولى إذا متقدمة، ومن تتحمل مسؤولية القيادة هناك، هناك شودة، شودة إذا مشاهدينا الكرام تبسط سيطرة واضحة على مقدمة هذا الشوط، وتنطلق مع شعار حمد بن راشد بن راية المري في هذا الشوط الحساس. المركز الثاني شوق، شوق ذعناها قبل قليل في المركز الثالث، هاي تنتقل من مركز إلى آخر وتندفع في المركز الثاني، تحمل شعار سلطان بن نوار العتيبي. المركز الثالث أبو محمد جار الله بن محمد بن عقيل ينطلق مع الدوحة التي تندفع في ثالث المراكز. يا سلام، إذا هو لقاء، لقاء يجمع بين عمالقة الملاك وبين فطاحلة المضمرين. يا سلام يا سلام يا سلام، الشوط الرئيسي للثنايا بقيادة شودة. نكمل النداء، والمركز الرابع هنا التدخل من قبل مزاحة، محمد بن صالح المشروم تخطف المركز الثالث وتنطلق انطلاق ممتاز، وديروا بالكم من هذه الانطلاقة المتميزة لمزاحة في المركز الثالث. المركز الرابع الدوحة جار الله بن محمد بن عقيل، المركز الخامس مياسة أيضا بدأت تنطلق للسيد مبارك بن محمد بن خير الشريفي. يا سلام يا سلام يا سلام، إذا في نداءنا الثاني لم يحصل جديد،
الجديد على مستوى الأسماء، الجديد على مستوى تبادل المراكز، هذا الشيء لا يعني بأن التنافس سوف ينحصر بين هذه الأسماء الخمسة، لا وألف لا، هناك أسماء أخرى وهناك شعارات قادمة أيضا آتية من أجل المنافسة وآتية لتقديم كل ما تملك من إبداعات ومن تحديات المراكز الخمسة الأولى. إذن بقيادة شودة، شودة تحتل المركز الأول وتندفع وتنطلق للسيد حمد بن راشد بن رايه المري، هذا المضمر الذي ما زال هو في بداية مراحل عمره، تقريبا عمره 30 سنة، ولكن إنجازاته يا جماعة إنجازاته تدل على أن شخص ممكن عمره يكون 60 سنة مليء بالخبرة. أتمنى لك التوفيق ونقول ما شاء الله يا بن راية. إذن حمد بن راشد بن راية المري ينطلق دائما كما عودنا بالتواجد في الأشواط الأولى الرئيسية، وها هو يقدم لنا شودة في هذا الانطلاق. المركز الثاني أيضا واحد من الشباب المتميزين سلطان بن نوار العتيبي ينطلق ويندفع بشوق التي شارك بها في هذا التحدي الرئيسي. شوق إذن على المركز الثاني. المركز الثالث مزاحة تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات بقيادة محمد بن صالح المشروم، وهذا شعارك المشروم. المركز الرابع مياسة أيضا على رابع المراكز للسيد مبارك بن محمد بن خير الشريفي، هو من ينطلق مع مياسة في المركز الرابع. خامس المراكز الدوحة مشاهدين الكرام في وضع الانتظار، الان انطلقت الدوحة وغيرت الى المركز الثالث. يا سلام جار الله بن محمد بن عقيل اذا ينطلق مع الدوحة، والدوحة زادت من سرعتها يا جماعة. الله الله الله، شوق ايضا تتسلل وتخطف مقدمة هذا الشوط من شودة. يا سلام، الله 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 الله، الجماعة بدأوا يقتربون. ايضا وصلكم شعار عملاق شعار بن عظيمة، وصلكم شعار بن عظيمة ينطلق اذا مع المتحدة محمد بن علي بن عظيمة المري، وصل على خامس المراكز مع انطلاقة المتحدة ومع المضمر المتميز راشد بن محمد الزقيبة. المركز الخامس ايضا حصل تغيير على مستوى المركز الخامس. يا سلام، العنود ايضا وصلت، علي بن حمد بن مقالح ايضا واحد من الاسماء الهامة والمتميزة ينطلق في هذا التحدي. الله 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 الله، عادت شودة مرة اخرى. الله، يا سلام، نقترب من الكيلو الاخير، نقترب مشاهدينا الكرام من كيلو الحسم، من كيلو التميز. الله، يا العنود غيرت، وعلي بن حمد بن مقارح يغير احداثيات ومجريات المركز الاول من خلال انطلاقه العنود. العنود اذا على صداره هذا الشوط، علي بن حمد بن مقارح المري. المركز الثاني الدوحه، جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث، اول ندى للدوحه للسيد جمعه الكباش السوداني. المركز الرابع، شوق سلطان بن نوار العتيبي. خامس المراكز، وصلت الشحانيه في اول ندى لها، جار الله بن ناصر المكسور. يا سلام، تجاوزنا الكيلو الاخير، خلاص خلاص خلاص، الكيلو الاخير، نحن نسير في امتاره القادمه التي ستحمل لنا المفاجات. تسللت الدوحه الان وانطلقت الدوحه لجمع الكباشي السوداني. يا سلام يا الكباشي، ينطلق مع الدوحه في المركز الاول. المركز الثاني، الشحانيه وصلت لجار الله بن ناصر المكسور. المركز الثالث، العنود علي بن حمد بن مقارح. يا سلام، والله كبشهم الكباشي كبشهم حتى هذه اللحظة، ولكن الآن الموقف يزداد خطورة. عمالقة المضمرين يريدون أن تتغير هذه الوجهة، وجهة الناموس يريدونها أن تتغير، والكباشي يصر، الكباشي جمعة يصر مع الدوحة. يا سلام، الله، انطلقت الدوحة مشاهدينا الكرام للسيد جمعة الكباشي السوداني. المركز الثاني، العنود علي بن حمد بن مقارح. يا سلام
سلام يا سلام. الله يا الكباشي، الشوط الرئيسي كباشي، الناموس كباشي، السلام يا سلام يا سلام. مشكور يا الكباشي، وتستاهل يا الكباشي، سميت الدوحة ومشكور، والناموس يا جمعة يا الكباشي السوداني على فوز الدوحة بالمركز الأول. تهانينا مشاهدينا الكرام على هذا الفوز. المركز الثاني علي بن حمد بن مقارح مع الدوحة، المركز الثالث الشحانية لاستئجار الله بن ناصر المكسور، المركز الرابع مزاحة لجار الله بن جهويل المري، المركز الخامس شوق لسلطان بن نوار العتيبي. والله يا الكباشي كبشتهم بالفعل، أسماء وفطاحلة. استطاع جمع الكباشي السوداني أن ينتزع من عمالقة المضمرين ناموس الشوط الأول الرئيسي. تهانينا له على هذا الفوز، كما أيضا نبعث له برسالة محبة على تسميته للدوحة. إذا مشاهدينا الكرام، يطير ناموس الشوط الرئيسي محلقا عبر الأجواء القطرية إلى جمهورية السودان العربية الشقيقة، محملا على ظهر الدوحة التي استطاعت انتزاع المركز الأول وقطعت المسافة في 9 دقائق 30 ثانية و15 جزءا من الثانية. تهانينا للسيد جمعة الكباشي السوداني. المركز الثاني، المركز الثاني جاءت فيه العنود وقطعت المسافة في 9 دقائق 31 ثانية و15 جزءا من الثانية. تهانينا للسيد علي بن حمد بن مقارح المري. المركز الثالث جاءت فيه الشحانية وقطعت المسافة في 9 دقائق 31 ثانية و16 جزءا من الثانية. تهانينا للسيد جار الله بن ناصر المكسور على فوز الشحانية بالمركز الثالث. إذن